توج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لويس هاملتون متسابق فريق مرسيدس AMG بتروناس الفائز بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 في نسخته 15 وفاليتيري بوتاس من فريق مرسيدس AMG بتروناس في المركز الثاني وتشارلز لوكلير من فريق فراري سكوديريا في المركز الثالث. وهنأ سموه حفظه الله الفائزين معربا عن الشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة على ما قدمته من أداء متميز في أجواء تنافسية يملأها الحماس والتحدي في حلبة البحرين الدولية موطن انطلاقة الفورمولا 1 في الشرق الأوسط، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت صناعة نجاح جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها المتوالية على المستويات المختلفة، والذي يصادف هذا العام الذكرى 15 منذ قبولها تحدي استضافة سباقات الفورمولا 1 العالمية على أرضها عام 2004 لتصبح حلبة البحرين الدولية منطلقا لهذه السباقات في الشرق الأوسط ولترسخ اسم البحرين على خارطة السباقات الدولية للفورمولا 1. وقال سموه حفظه الله إن الاهتمام الدولي خلال أيام سباق البحرين والإقبال الكبير على حضور السباق تأكيد على الموقع الحيوي لمملكة البحرين، وهو تذكير بأهمية مواصلة العمل الدؤوب لبلوغ أشواط أكبر في النجاح بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن الكوادر الوطنية تمثل بعطائها المخلص كفريق واحد يمثل البحرين عاما بعد عام لوحة جميلة ومشرقة للعمل بمحبة من أجل الوطن ورفعته، والذي نفخر دوما بما يقدمونه من تميز، فهم الثروة الحقيقية التي يتم السعي دوما للاستثمار فيها ووضع الخطط والاستراتيجيات من أجلها، موجها سموه شكره لجميع الجهود المخلصة في جميع المواقع التي أسهمت في إظهار هذه الفعالية للعالم بصورة مشرفة. وأشار سموه إلى أن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج قد أسهمت على مدى السنوات 15 الماضية في رفد الاقتصاد الوطني واستطاعت تعزيز الموقع السياحي للمملكة وتحفيزه عبر زيادة توافد السياح والزوار للمملكة، منوها سموه بأن صناعة رياضة السيارات في المملكة تمكنت من خلق وظائف نوعية للمواطنين وقدمت فرصا مميزة للشركات البحرينية، مؤكدا سموه أن كل تلك النجاحات وغيرها تبعث على الارتياح وهي دافع إيجابي للمعنيين كل في مجاله للعمل على تعزيز هذه النجاحات دوما عبر مواصلة الاستفادة من الفرص التي يتيحها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، مضيفا سموه أن النجاح المتحقق اليوم يشجعنا نحو الاستمرار بإرادة وعزيمة قوية لإنجاز المزيد لتعزيز صرح البناء التنموي للمملكة وفق الرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد استقبل كبار الضيوف الذين حضروا لمشاهدة فعاليات السباق، وقام سموه بجولة في حلبة البحرين الدولية التقى خلالها الجماهير التي حضرت فعاليات السباق، كما قام سموه بجولة تفقدية في منطقة الفرق والمضمار للاطلاع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق.